السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد غادي نقدموا ان شاء الله واحد الكيك بالنكهه ديال الحامض. كما كتعرفوا الحامض فهو كيجي رائع وخطير، المذاق ديالو في لي كيك وفي لي طارت. صراحه هاد الكيكه كتستحق التجربه ديالكم. بالمشاركه ديال البنوته ديالي صغيره ابرار هي اللي غادي تقدم لنا المقادير. مرحبا بكم في قناه ماما، انا سميتي ابرار ودابا نبداو. هنا عندنا ربعات البيضات، هنا عندنا ياوق ديال لافاني، هنا عندنا كاس لالوب ديال الزيت، هنا عندنا سكر سنيده كاس، وعندنا نص كاس ديال الحامض. هنايا جوج حامضات، خدينا القشور، خدينا القشور ديالهم. هنا كونفيتور ديال معلقه كبيره، وهنا شويه مليحه. هنا عندنا كيس ديال لافاني، وجوج اكياس ديال خميره الكيميائيه، وجوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض. ها برافو، يلا ندوزو دابا على بركه الله للطريقه. غادي ندير البيض اولا. شوف البيضه سبحان الله القشره ديالها قاصحه، عندها حتى هذيك طرب الكهربائي. يلا ديري هنايا سكر سنيده، كاس سكر سنيده صافي. غادي نزيد هذا الكيس هذا ديال الفاني. هاكا ابرار ديري هادو القشور ديال الحامض في الاول، خاصهم نديروهم باش يلا كيطلقوا ديك النكهه ديالهم مزيان. عادي ديرهم كاملين ابرار هاكا، برافو صافي. كنخليو البيض حتى كيضاعف الحجم ديالو واللون ديالو كيولي فاتح، عاد من بعد كنبقاو نزيدو في الزيت بشكل تدريجي بحال اللي كنطلعو لا مايونيز بحال هذاك الشكل. هيا انا ابرار راه كتزيد ليا الزيت، وكنضيفو كذلك الياغورت. صافي، هنايا من بعد ما خلطنا دوك المكونات يعني هكايا بالعجانه، غادي ندير دابا الدقيق. الخميره الكيماويه غادي نخليوها حتى للاخر باش نديرها وندير الحامض، باش كنعرفوا الحامض مع الخميره الكيميائيه كيتفاعلوا. حنا واخا دابا لينا تقالت شويه، مازال غادي نديروا داك الحامض، العصير ديال الحامض. يلا زيديها ابرار. وشنو هي اخر مرحله غادي نديروها ابرار؟ هي المربى. يلا ديري برافو. المربى الدور ديالو كيخلينا الكيك رطبه من الداخل وطريه، وخا تبقى حتى 3 ايام كتبقى كيكه اللي هي رائعه. نتمنى انكم تجربوا بعض المره هذه الكيك بالمربى وتشوفوا على نتيجه كتجي.
والحمص. صافي هنايا ما نحاولوش نخدمها بزاف لاننا خدمناها الشكل بحال الطورطه في الاول لذاك البيض باش يبقى محافظ على الفوليم ديالو. غادي ناخذ المول هنايا اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وغادي نفرغ فيه هذا الخليط. غادي نفرغ هذا الخليط وما كنكبوش في الوسط مباشره باش ما كيجيش واحد كواحد القبه الوسط، كنديرو هكا في الجوانب وكل شيء. غادي ندخل الكيك ديالي في الفران بارد على درجه الحراره 180، غادي نشعل عليه من طبيعه الحال غير من التحت حتى كيطلع ويتبان ليا هكايا صافي طلعات الكيك وكيبقى ليها غير الذهب كنشعل عليها من الفوق. وكان هذا هو الشكل ديال الكيك. الا بغيتوا تجيكم طالعه على هكا من طبيعه الحال ديروا مول اللي يكون القطر ديالو صغير على هكا باش كتجيكم عاليه. انا درت مول اللي كبير عليها ما جاتنيش طالعه بزاف. مهم كتجي رائعه في المذاق. هذه الكيك اللي حضرناها كتجي زوينه بزاف وكتجي روعه زوينه بزاف، ودائما كنسول ماما ديرها ليا. كنتمنى تجربوها تعجبكم بزاف بزاف بزاف. إذا جربوها بوسة كبيره.